يضعفها لها وسائل. الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني نفقة الحياة الزوجية، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر، لأن الصوم بيعمل إيه؟ انكسار نفس. ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتعطي لإيه يعني، وبعدين آخر النهار تبقى يا دوب عمال بيشفشف على شوية مية وعمال مش قادر يعطون نفسه يعني ملأ. فلما يعمل يصوم يبتدي إيه؟ يهد شراسة الغريزة اللي في ذاته، أو يعمل إيه؟ مدام الجوع والعملية دي بتهد الشراسة، يقوم ما ياخدش راحته بقى أو في الأكل، علشان ما يوجدش عنده فاضل يدي له هذه الشراسة. يبقى حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا إيه؟ بالصلبة. مش بيبقى مش لاقي ومش عارف إيه، وبعدين يروح ياخد المهيجات، لا، أو يفرغ نفسه للعمل، لأن لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقة، المجهود والطاقة دي إيه؟ يهد شوية، أدي واحدة. ويمنعه عن المغاشي اللي تصرف فيها فلوس، يقوم لما يقعد له أسبوع ولا حاجة يلاقي عنده إيه، يقوم ده يغريه بإنه يعمل إيه، يقول الاستقامة استسامة، ده أنا استقمت أسبوع بقى عندي قد كده، طب ما أنا أقعد أحوش وبعدين أروح إيه أتجوز.